طلعنا الأرانب من الكيجز الحمد لله. احنا حطيناهم فترة انتقالية، أول شيء كانوا في البيوت. الناس طبعا بعض الناس بيشتروا الأرانب وما بيكونوا قادرين انهم يخلوهم فوريفر، فبيتواصلوا معنا وبيجيبوهم عندنا، وبعدها بناخدهم نحطهم في الكيجز الكبيرة اللي هناك. الكيجز الكبيرة دي فترة انتقالية بس، نتأكد ان هم اوكي، نتأكد ان امورهم كلها تمام، وكمان يعتادوا على الروائح وعلى البيئة اللي حوالينهم، وبعد كده نبدأ نطلعهم نفلتهم خلاص يكونوا حرين في الطبيعة. في بينهم وبين الكلاب فنس، يعني الكلاب ما تقدر تجيهم أبدا ولا هم يقدروا يروحوا عند الكلاب. هذا واحد كبير، هذا واحد صغير، في طبعا كثير منهم بس أنا دول اللي حواليا. في واحد هناك، خلونا نروح نشوف. وسهلا هذا كمان طلعنا. طبعا في البيئة الطبيعية بيكون أصح لهم لأنهم بياكلوا الأشياء الطبيعية، الأعشاب الطبيعية، بالإضافة للأكل الإضافي اللي احنا نحطه لهم هو يعني. أهلا وسهلا. الآن احنا حنجرب شخص ثاني برضو منهم يدس الكورة، ونفس الكلب يفتش شخصي، يعني لو في احد حط الكورة في شنطته في جيبه وعطيته امر يفتشه حيطلع من عنده، حتى لو كانت سيارة، حتى لو كانت بيوت، حتى لو كانت ايش، تدرب انه هو يفتش في هذه المناطق كلها. الآن حنجرب واحد ثاني كمان. جاهز يا بابا؟ جاهز؟ يلا عارف انا بيهم اسمع يلا ستوب. بابا بابا الآن يدس الكورة وستور من الكلب يلاقيها. مانكي